في مساء يوم 25 سبتمبر احتفلت محافظة تعز بقيادتها العسكرية والمدنية بإيقاد شعلة الذكرى 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة. شهدت الفعالية حضورا لافتا يتقدمهم وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد عيضة الشبيبة ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، بالإضافة إلى الحشود الجماهيرية الغفيرة من أبناء المحافظة. احتفظ اليمنيون جميعا في ثورتهم، ثورة 26 من سبتمبر، وأيضا بعد ذلك من أكتوبر حتى إلى الاستقلال 30 من نوفمبر. كانت تعز هنا هي مهد الثورات، وهي أرض التحرر، وفيها اجتمع كل اليمنيين من أصقاع الأرض اليمنية يخططوا ويدرسوا ويبولوا كل الثورات. تضمن الاحتفال الكرنفال الشبابي والطلابي الذي جاء تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بثورة 26 من سبتمبر التي تمثل عيدا لكل اليمنيين. وقد تميزت الفعالية بأجواء احتفالية تعكس روح الانتماء والولاء لتراب الوطن، حيث تجددت العهود بين الحضور على مواصلة النضال من أجل حرية واستقلال اليمن. اليوم يوم 26 من سبتمبر، الذكرى 62، هذه الذكرى العظيمة، هذا اليوم العظيم، يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا. صنع الشعب اليمني ثورة سبتمبر وثورة اكتوبر للقضاء على الاستبداد والاستعمار، وهؤلاء الانقلابيون اليوم عليهم أن يعرفوا بأن الشعب اليمني مستمر في ثورته السبتمبرية المتجددة التي ستقتلعهم كما اقتلعت آباءهم وأجدادهم. هذا الشعب اليمني لا يمكن أن يعود إلى الخلف، لا يمكن أن يعود إلى حكم الإمامة بالاستعداد والاستبداد، فهو شعب حر كريم يأبى الضيم ويأبى الظلم. فشعبنا شعب حي سيثور ويثور، واليوم هذا الشعب اليمني العظيم يقف أمام هذه الميليشيات. 10 سنين من الكفاح ومن الحرب ومن الجهاد، وقريبا بإذن الله عز وجل سينتصر. هؤلاء المهزومون اليوم الذين يأخذون الشباب إلى السجون ويأخذون الثوار إلى السجون لأنهم يرفعون علم الجمهورية، هذه هزيمة وستحقبها هزيمة. تأتي هذه الاحتفالية في وقت يحتاج فيه الوطن إلى تعزيز الروح الوطنية والوحدة بين أبنائه، وتجسيد إرادة الشعب في مواصلة العمل من أجل بناء مستقبل أفضل لليمن. اليوم تعز وسائر محافظة الجمهورية تحتفل بيوم 26 من سبتمبر الخالدة الذي انبعثت من محافظة تعز، ونحن اليوم في شارع جمال نحيي هذه الذكرى المجيدة الذي ضحى بها شهدانا. ها هي تعز تحتفل، أشعلت وأيقظت شعلتها، واليوم تحتفل بعرض كرنفالي مميز تقول كلمتها: كلنا سبتمبريون وتعز أساس السبتمبرية.